وتحطهم على الفيسبوك. يا اخي صوروا رواحهم هم بعد. يا اخي صوروا رواحهم. وهذيك قلة عقل. اسمعني. والموضوع وموضوع الجنس وتو نرجع نحكي فيه شوي اخر اللي هو على الفصل بين الاناث والذكور. نعم. انا حدث حمل في الاعداد. ومواضيع اخرى. وسمعني انت بتحكي على الحداثة. هي هذه مثلا. ها الدول الحديثة عملت فصل بين الجنسين. يعني شوف انت تاخذ الحداثة وقت اللي الحداثة تناقض كيما نقولوا نحن المصلحة. انت تقول مرحبا بها وقت اللي الحداثه توافق المصلحه تقول لا لا ما حاشش بها. تعرف الفصل بين الجنسين في مقاعد الدراسه في الغرب اعطى يعني حاجه طيبه في التحصيل العلمي به العقده عند الاخرين. وحنا مين ليك هذا؟ مين ارجع انت وحاضر درسك؟ مين ليك؟ لا لا هاني قلت حاضر ودرسك. انا نتحدى اما ما نعرفش